سلامات يا جماعة، بهذا الفيديو رح نتذكر مع بعض أنواع تسمية الهاتف النقال بمدينة حلب بس حسب المناطق. طبعا أول شيء كان في ثلاث تسميات عامة ستاندرد، يعني ثلاث خطوط عريضة بعدين تفرعت. أول تسمية هي الهاتف المحمول، هاي التسمية الستاندرد اللي كانت تجي ترجمة على علبة النوكيا. ثاني تسمية الموبايل، مو الموبايل، الموبايل الحالة اللام تتفخم. اما التسمية الثالثة هي الهاتف الجوال، يعني الجوال، ليش جوال؟ خيارة بتجوال معك. هاي التسمية جابوها معهم السوريين اللي عايشين بالخليج، كل ما كان نزلوا على حلب بيفسدوا الخلق بجوال جايبينه معهم. ولك محمود، من لك هالمحمول الفخم؟ روحي محمول، هو الدبدوب والدمعة اللي معك، هذا اسمه جوال من عند اختي نوال. ان 70 روحي، ان 70 صلي لي على النبي. طبعا منبلش هلا بمناطق حلب الجوانية وين اللهجة الحلبية الأبا. أخذوا تسمية الجهاز الخليوي، بس بالحلبي شلون بتصير؟ خلوي. يا عبدو شلونك روحة؟ خيو متغير شي صوتي عليك؟ لأنه أخذت جهاز خلوي. لك أبحكي معك على الأرضي، لك لا أبحكي معك على الخلوي، بس هي قصدي على الأصلي. وأبعت وشك محرم وحدات عليك كحش. نرجع مناطق حلب المعتدلة، أخذوا تسمية الموبايل، تسمية ظريفة خفيفة نظيفة. أما أصحاب المهنة ولاد المصلحة يعني كان لهم إشو رأي آخر، ألا وهو الجهاز. ايه خالي، مي سلامة خالي، هذا الجهاز اسمه خسالة لأنه فيه ملون أو بيض أسود. هذا الجهاز اسمه الهمر، بس خالي تبي شهد عيدك شوي. هاد خالي، هذا الجهاز اسمه قاهر الدمعة، يعني إذا ابنك الشخاخ جاب لمرته الدمعة وصارت جاكرك فيه، بتاخدي انت إشو قاهر الدمعة مشان يقهرها ويقهر ابنه. هلا بقى بنرجع مناطق اخوتنا المسيحية اللي عندهم اشو قصة تانية تماما. هاي كليمونس، بونجور، شو عم تعملي؟ اسمعي، اذا بعتيه ولا شربي على الباسكت تعي لعندي اشربي فنجان قهوة، عزمتك على فوندو شوكولا كتير طيب على السريعة. مام ايش بدك؟ مام ما شايفني عم بحكي مع طانت كليمونس؟ ايش بدك؟ مام بدي خلوي مثل رفيق محمد. شو؟ خلوي. كليمونس برجع بحكي معك ثواني بس. مام ايش شو خلوي؟ مام والله حيك طب يكون امل جاب محمد. مام ما تجنني. مام ايش شو خلوي؟ ليكون عم تترك صف الفرنسي تطلع تلعب مع محمد. مام ما اسمه خلوي، ما تجنني. ها اسمه خلوي، بناخذ الوي نسويها فرنسي، اسمه سيلولير. مام تمام اسمه سيلولير. هلا ببعد جانب جيب لك احسن سيلولير من سليمانيه. ما بس ما تقول خلوي.